اجتهدنا جدا عشان ندور على الاعلان ده ونشوف كمان بعد كده الاعلانات بتاعت الايام دي شكلها ايه. اهو اعلان الجواز قدام حضرتك على الشاشه وقدامكم مشاهدينا اللي خلاني قوي قوي حتى شايف كمان شايف خط الايد ده يبوسي ولا قاله كاتبه أكيد. اللي خليني أقف عند الإعلان ده إن صاحبه كان بيطلب طلبات يعني هي غريبة بالنسبة لي. يعني اقروا معايا كده، اقرا معايا شيف حسن. شيف شاب مصري مسلم، تمام. سنه 23 سنة، طويل القامة، مقبول الشكل، عصري ومرح ومن أسرة معروفة، يعمل سكرتيرا لمصنع معروف، ثقافته متوسطة، مرتبه 18 جنيه. أيوة. يرغب في الزواج من فتاة غنية جدا، أمها متوفاة معرفش ليه، رائعة الجمال. أيوة. ولا يدفع مهرا أو شبكة. يعني هيدخل كده إيه ايده فاضيه، هيدخل بايه بقى؟ مش عايز يعمل اي حاجه تانية غير كده خالص خالص. انا مش مصدقه بجد، يعني حد ممكن ينزل اعلان كده؟ مش عايزها بتطير وتنور في الضلمه كمان. ده ناقص والله على رايي. ما بجميع سلطنه الجمال بتطير وكمان بتنور في الضلمه. لا و 18 جنيه وبيضرب جنيه ينطح جنيه. جنيه ينطح جنيه. جنيه ينطح جنيه. لا ما ثروه 18 جنيه والله يا بلاش والله، ده انت موفر قوي يعني. يعني طيب سيبك من 18 جنيه لان ده وقتها يمكن كان مبلغ كبير، انما انا توقفت عند طلباته بقى اللي هي يعني برضو ممكن افهم موضوع انه عايز واحده غنيه، تمام مش هنختلف، ممكن حقه. الكبيره بقى في الموضوع ليه امها ميته؟ يعني انت اشمعنى دي؟ ده انت كده ده نص الدعم راح لو الام ميته، صح ولا ايه؟ هو مطلب جريء قوي، بس هو عايز يشتري دماغه من مشاكل حموات. بس ايه ده؟ اشتري دماغه، عايز ياخدها ايه؟ عايز مقطوعه من شجره، عايز ياخدها مخلط خلصه مخلصه وملفوفه بالسلوفان. ملفوفه بالسلوفان. جبت الخبر ده منين والاعلان ده منين؟ لا عيب عليك، عيب عليك. انا عندي مجلدات من الحاجات دي يعني. بس يعني ما علينا، قول لي انت بقى لو كنت في الزمن ده، احنا محتاجين نعرف ده سنه كام عشان نشوف ال 18 جنيه دول كانوا يساووا كام. بس لو انت بقى كنت في العصر ده وعملت اعلان جواز زي كده كنت ممكن تكتب فيه ايه؟ ده موضوع كبير قوي. ايه فكر كده. ركزي معايا يا بنتي بقى، هاتي ورقه وقلم واكتبي ورايا. وراك. اكتبي يا بنتي. يلا. شاب مصري فرفوش. الله. سنه مجرد رقم. طويل القامه. مين ده؟ عريض المنكبين. فين ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هنكذب من عليا؟ ايه ده عليا التوهيه؟ بس الزمن هو اللي بهدله. ستايل. الزمن هو. والروش كمان. من ناحيه ستايل فستايل. خالص. ومن أسرة معروفة جدا جدا جدا. أوي. ويعمل مقدما لبرنامج أهلا بالستات. صح كمان. مع الموسيقى ريا والمذيعة ستينا. نعم. إيه ده؟ ثقافته واسعة. يرضيك. وعارف يرضيك. القرد مخبي ابنه فين؟ فين؟ مرتبه بيقول بس مش هقول لك. ليه؟ لا قول. قول كده. المعقول. بيقول لك مرتبه معقول بس مش هقول لك. الله يخليك. يرغب في الزواج من فتاة تكون بنت ناس. وتكون جميلة جدا جدا، كلام مفروغ منه ده الجمال. سهلين. ولا هي طويلة ولا هي قصيرة. ولا هي تخينة ولا هي رفيعة. وأدفع مهر وشبكة بس مش كتير برضه. ومش عايز بقى دوشة يا بنات، ومش عايز وجع دماغ. طب بس المهم الفستان قبل أي حاجة عليها. عليها. ولو مش عاجبها تشرب من البحر. بس أنت قلت المرتب كبير قوي. هي دي طلباتي. دي طلباتك؟ ده أنت يعني بكل إخلاص. قابلني لو كان حط الإعلان ده ولقى يعني قطه مش عروسه. بقول لك ايه؟ لا انت عارفه الشيف حسن لو حط صورته بس من غير ما يكتب حاجه. بص شكرا يا لميس. ده يا بنت، انت مقدره الراجل اللي معاك يا بنت. شكرا يا لميس.